رجعنا لكم مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة لمسات، ومثل ما عودتنا خديجة كل أسبوع فكرة جديدة. طبعا هالأسبوع بنستخدم العلب البلاستيكية اللي خاصة طبعا مثل ما تكلمنا من شوي مع الدكتورة بدرية في المشروبات الغازية أغلبها، وفي منها جزء من العلب اللي هي مأخوذة من الماء. طبعا حلو أنه يكون عندنا علب ملونة، بس مثل ما قالت حصة أن نستخدمها كمكافأة مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع. شلونك خديجة؟ صباح الخير. صباح النور. طبعا جذبتني العلب فقمت تكلمت، وبعدين يعطيك العافية. اليوم حضرت لنا أنت من العلب البلاستيكية أفكار جديدة. إيه طبعا، مثل ما قلنا إحنا لازم بنحافظ على البيئة. طبعا مثل ما تشوفين عندنا الغراش البلاستيك، ما عندك عصير مشروبات غازية، بس مش إن تروحين تعبين للبيت كل مشروبات غازية عشانها. لا يعني عندنا في حال احتاجنا، في حال كان في متوفر عندنا، طبعا نحطهم. عملناهم كحركة للتخزين، تخزين الألعاب، تخزين أدوات الخياطة، تقديم حلويات أو حصالة حق اليهال. زين، فعجبتني الفكرة، وهي طبعا تفيد يعني المشاهد وتفيد اليهال، ان تتعلمين انه هو شلون يسوي العلبة ويستفيد منها. طبعا مثل ما تشوفين عندنا علب بلاستيك وصمغ وقاطع ويبنى السحاب. يعني عشان تسوين علبة بهاي الشكل تحتاجين علبتين، زجاجتين، او يعني علبتين بلاستيك. بلاستيك على اساس ان القواعد هي اللي تركبينها، صحيح؟ طبعا مثل ما تشوفين مش شرط ان تسوين نفسي، يمكن تسوين مثل هذه، يمكن تسوين بس نفسي. هذه بعد عبارة عن علبتين، صحيح؟ اي هاي. أوكي. علبة الماي كاملة، وهاي الجزء من بسيط من علبة ثانية. ايوه. طبعا نحاسب ان عشان الجرار ان نحاسب ما نلصقه كامل. واحنا نحط طبعا مثل ما تشوفين. ايوه بسم الله. بسم الله. طبعا استخدمتي القاطع في تقطيع البلاستيك. ايوه. طبعا مثل ما تشوفين، اذا معناتها لازم مراقبه، او لازم ان حد كبير. انا افضل ان حد كبير يكون مع ال طبعا، يعني لو حد من عمر 10 الى 15 بيسويها. انت قصيها وعطي الياهل اذا تبين يلصق، بس يعني انت تكونين محاسبه. طبعا مثل ما تشوفين ترتبين الاطراف. ايوه طبعا. طبعا مثل ما تشوفين انا ابي بس عشان اللي ابيه القياس اللي ابيه. طبعا لازم الاطراف كلها تكون متساويه على اساس لما تجينا تركبين الجرار يتركب بطريقه صحيحه معك. طبعا انا اخذت على الحد اللي مرسوم لي، لان علبه ال في شيء ثاني ممكن تركبينه بدل الجرار ولا لا لازم جرار؟ تقدرين تسوين حركة ثانية، تحطين قطعة أول شيء وبعدين تركبين فيها نفس الطيق طيق أو الزر، يعني ما يكون بينهم قماش تقصدين، وبعدين أزرة أو حتى جرار بعد ثاني، بس إنها تكون سوفت من النص. طبعا حلو. مثل ما تشوفين بتشوفها إذا هي يعني أجيب الجرار. طبعا هاي جرار كبير شوي، أنا بقصه عشان يعني حتى الجرارات ممكن تلعبين في ألوانها بعد. إيه مش شرط يعني نفس لون العلبة. لناي ألزق أخذ لي صمغ، طبعا صمغ المسدس ما نقدر نستخدمه لأنه حار وراح يعفس لي ال شو اسمها
العلبة لأن هي بلاستيك. إذن أي جرار عندنا ينفع طبعًا، يعني كلها أدوات ممكن نستخدمها تكون زايدة عندنا في البيت. طبعًا. سواء الجرار. حتى لو عندك فستان أو قميص وتبين بس الجرار أو البنطلون تاخذين الجرار، مش شرط إنه تستغني عنه. ما حد ياخذ قميص مش مستغني عنه يعني ما حد ياخذ، ما في واحده تفكر تاخذ قميص امها وتفتشه وتاخذ الجرار. لا لا طبعا، مثل ما تشوفين هنا وانا امشي عليه طبعا احط خفيف لانه هو الكميه الكبيره ما راح تخليه يلزق بسهوله. ما راح تنشف، هو اصلا بعد بعد يبي له يعني قريب الثلاث دقايق لما ينشف. انت يعني ما قايستي بس قصيتي وحين يعني بتقصين الطرف الزايد صح؟ قايسته قايستي ما شفتش عادي لو زايد. لا يمكن كنت مشغوله بشيء ثاني. لو زاد بتقصينه صحيح؟ ايه يعني تشوفي عادي اذا كانت القطعه صغيره. حطها هنا، مش شرط اقصها، ممكن انت ما تقدرين تقصينها طبعا. انزين الحين نحط نفس الشيء مثل ما تشوفين طبعا الصمغ لازم نفس طبعا عندنا نفسها مثل ما تشوفين طبعا. يعني الطبقات مش لازم مثل ما انت مسويه هنا، مش لازم تكون نفس القياس، يعني ممكن تكون حق التركيب مثل ما انت مسويه، فكره حلوه وتنفع حق الاطفال انه يعني حتى يتعلمون يجمعون العابهم بطريقه جديده شفافه وتبين لهم الالوان وتبين لهم العابهم، يعني مثل الاطفال اللي يحبون يجمعون الحيوانات الصغيره ممكن يجمعونها في هاي العلب، خصوصا اذا كان عندك مثلا طفل بتحطين عنه الالعاب بعيده او مثل ما تشوفين عندي انا حاطه. فعلا فكره حلوه حق اللصوص. أيوة. دائما اللصوص نلاقيها في محطوطه في يعني في كيس او في صينيه مثلا في الصاله. أيوة. او شيء كذي، او لنا تشوفينها منثره او الياهل عادي بياخذها بيبلعها، واحنا يعني ما نبي الياهل يتاذون طبعا. مثل ما تشوفين تطلع لي شيء طبعا بس انطر لما تجف خلاص. أنا عجبتني فكره النصوص، بس تجف يعني اقدر اسكرها. اذا تنطرينها تجف على اساس تسكرينها. ايوه بس يعطيك العافيه. طبعا ما في بيت الحين يخلو من اغراش الماي، اغراش الماي كميه وفره، فممكن يعني الاطفال يبتكرون لهم اشكال حتى زياده عن هذه، يحطون عيون يحطون يد. تطلع افكار وايد تطلع وايد حلوه. ومع هاي الافكار الحلوه نكون اللي قدمتيها لنا نكون خلصنا فقره لمسات ونرجع عند حصه. شكرا دعاء. مشاهدينا دشن اليوم مؤسسة أسباير زون مؤلفها الجديد اللي يتضمن رؤية قطر 2030، وقامت بإعداد هذا الكتاب إدارة التسويق والإعلان بأسباير للطباعة والنشر والتوزيع تحت رعاية الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث. طبعا نديب قناة ريان عبد الرحمن المري موجود بالحدث يطلعنا أكثر على هذا التدشين. صباح الخير عبد الرحمن. يا مرحبا يا حصة. صباح النور والسرور مصبح على السادة المشاهدين. بالفعل سيتم حفل تدشين كتاب رؤية قطر 2030 تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث في هذا القاعة تحديدا في فندق هيلتون الدوحة، ليقدم الكثير من التعريف عن هذا الكتاب ومشاركة عدد من الشركات والوزارات في هذا الحفل التدشين الكبير اللي تحت مسمى رؤية، اللي هي رؤية قطر 2030. تفاصيل كثيرة راح نتكلم عنها في هذا الكتاب. بيكون معنا السيد حسين القحطاني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة سباير زون اللي هي أيضا قامت بدور طباعة هذا الكتاب. وبداية نصبح عليك أخ حسين ونقول لك الله يعطيك العافية، بداية وتكلمنا عن هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، نصبح عليكم وعلى الأخوة المشاهدين والمشاهدات. جاءت فكرة كتاب رؤية بتوجيهات من إدارة مؤسسة سباير زون
بعد مرور 5 سنوات منذ الإعلان عن رؤية قطر الوطنية 2030 لإعادة صياغة جميع رؤى المؤسسات الرسمية، بحيث أن بعد الإعلان في 5 سنوات هذه الماضية قامت العديد من المؤسسات في الدولة بعملية رعاية لأهداف معينة تصل في النهاية إلى رؤية قطر 2030، وأيضا قامت هذه الجهات بعمل مبادرات كثيرة، منها مشاريع حققت وأنجزت وموجودة على أرض الواقع الآن، ومشاريع ما زالت تحت الدراسة. الآن جينا إحنا في مؤسسة سبيرزون في إدارة التسويق والإعلان لجمع هذه الجهود والمبادرات كلها تحت عنوان كتاب رؤية للتعريف بهذه المبادرات وحققته دولة قطر من إنجازات التي تصل بدولة قطر لرؤيتها 2030. نعم حسين، بس لو تخبرنا يعني إيش يعني مشاركة هذه الجهات الكثيرة اللي موجودة، وهي جهات مختلفة سواء من قطاع التعليم، من قطاع الطاقة، من قطاع الصناعة، حتى الاقتصاد موجودين، إيش يعني هذا بالنسبة يعني مشاركتهم في هذا الكتاب؟ ممتاز جداً. نفس ما قلنا، الكتاب كتاب رؤية يضم بين جانباته الكثير والكثير من التقارير والمعلومات المهمة والقيمة بشأن هذه المشاريع التي تم إنجازها أو المبادرات التي ستم إنجازها من الآن إلى تحقيق رؤية قطر 2030. باختصار، هذا الكتاب كان فرصة ممتازة جدا لجميع الجهات للإعلان عن هذه الرؤية وعن هذه المبادرات بشكل رسمي وبشكل منمق، وحتى أيضا الكتاب سنقوم بطباعته وتوزيعه على مستوى عالمي ومحلي أيضا، لحيث أن هذا الكتاب سيتم توزيعه مثلا بالتعاون مع وزارة الخارجية على جميع سفارات دولة قطر في الخارج، بالإضافة أنه راح يتم توزيع هذا الكتاب على جميع الجهات الرسمية، وسيكون هذا الكتاب بمثابة شعلة للجيل الحالي أنهم يطلعون على ما قدمته الجهات الرسمية في الدولة من مبادرات ومن مشاريع من شأنها الوصول بقطر إلى رؤية قطر 2030. نعم، هذا كله بعد مثل ما أنا طلعت على الكتاب، بعض مننا ينصب كله على في التنمية المستدامة، سواء التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، فهذا يعني نقدر نقول أنه يعطي طابع حتى على الشخص نفسه أنه يجتهد على نفسه أو يشتغل على نفسه في صالح وطنه أو لصالح حتى المؤسسة اللي كان يشتغل فيها. طبعا إذا احنا نسترجع تعريف رؤية قطر 2030 اللي جاء في خلينا نقول القرار رقم 44 لسنة 2008، باختصار هو تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة تنهض بجيلها جيلا بعد جيل، بالإضافة إلى التركيز على الجوانب الأربعة والركائز الأربعة الأساسية لهذه الرؤية، وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية فيما تمتلكه الدولة من تنمية في المجال الاقتصادي وموارد الطبيعية اللي هي التنمية البيئية. السيد حسين القحطاني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة سبايرزون، الله يعطيك العافية. ونبي بس تروينا الغلاف للسادة المشاهدين، هذا الغلاف لكتاب رؤية قطر 2030. هذا بعض من الصفحات الموجودة وبعض التعريفات الموجودة، وهذا طبعا جديد بعد توه واصلة. هذه أيضا حظينا بشرف كلمة لسيدي سمو الأمير في مقدمة هذا الكتاب، تكلم فيه سيدي سمو الأمير عن أهمية هذه المبادرات وأهمية إنشاء مثل هذه الكتب لتعريف الأجيال بوضع ومدى أهمية هذه الرؤية. السيد حسين القحطاني، الله يعطيك العافية، مشكور وتسلم وما قصرت. شكرا لك. مثل ما شفنا السادة المشاهدين ويا حصة، هذا الكتاب اللي يعني الكثير بالنسبة للمواطن، أيضا للوطن. الحفل إن شاء الله راح يكون على الساعة 11 إن شاء الله، ومثل ما شفنا أعطانا لكم نبذة عن هذا الكتاب، وعندكم نرجع لكم استديو. شكرا عبد الرحمن على هذه النبذة ويعني وعلى هذه الإطلالة لهذا الكتاب اللي إن شاء الله يعني نحصل عليه إحنا في الصباح رباح، ونخلي فقرة ونعرضها في فقرة كتاب الأسبوع.
وبهذا الكتاب طبعا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة صباح رباح لهذا اليوم اللي تنوعت فيها مواضيعنا وفقراتنا، وإن شاء الله حازت على رضاكم، كانت ثقافية وإنجازات وغيرها وغيرها. طبعا نذكركم بالتواصل معنا عبر إيميل الصباح دوت رباح تريان دوت تي في، وأيضا عبر هاشتاج برنامج الصباح رباح على تويتر، وصفحة قناة الريان على الفيسبوك. وطبعا لإعادة هاي الحلقة أو الحلقات السابقة ممكن تتابعونها على قناة الريان الريان دوت تي في. فمان الله.